والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. المذهب الصحيح في التبكير إلى صلاة الجمعة ولا يعلمه أكثر الناس. كنت قبل ذلك قلت لحضراتكم يعني أن يذهب المؤمن إلى المسجد قبل أن يصعد الإمام على المنبر بحوالي ساعة أو ساعة ونصف، فتبين لي خطأ هذا الرأي، وأن الرأي الصحيح هو الذهاب مبكرا في أول ساعة بعد شروق الشمس. قال جماهير العلماء، هقول لحضراتكم الأدلة على ذلك، وماذا نفعل في هذا الزمن لنحصل هذا الثواب العظيم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وادهن من طيب أهله ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر قيام يوم الجمعة أجر قيام سنة وصيامها. بمعنى كل خطوة كأنك عشت سنة كاملة صايم وعشت سنة كاملة بتقوم الليل كله. ليه؟ لأن فضل يوم الجمعة له فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه شمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط من الجنة، وفيه قبض آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يعني لا يدركها عبد المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل، وهو خير عند الله سبحانه وتعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وتشفق منه السماوات السبع والأراضين السبع والبحار والأنهار والمحيطات والشجر، تشفق وترتعد من يوم الجمعة. إذا حبانا الله سبحانه وتعالى بيوم الجمعة كما حبانا بليلة القدر. إذا أنت تستطيع أن تحصل في يوم الجمعة آلاف السنين من القيام والصيام، ولو واظبت على ذلك تحصل، ممكن تلقى الله سبحانه وتعالى معك مئات الألوف أو ربما مليون سنة عبادة صيام وقيام زي ما كمان الآن، لكن لو أنك فعلت السنة بطريقة صحيحة. طب إيه الدليل إنك إيه الدليل إن الساعة الصحيحة أو التبكير يجب أن تكون بعد صلاة الصبح، أو بعض العلماء قال بعد صلاة الفجر. جماهير العلماء، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو حنيفة، مفيش غير الإمام اللي خالف الجمهور، الإمام مالك، وبعض العلماء قالوا ساعة الزوال بعد الخطبة. طبعا ده رأي ضعيف ورأي مردود. الإمام الشافعي قال هي الساعة من طلوع الفجر. أولا الدليل من السنة، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من جاء في الساعة الأولى في يوم الجمعة إلى المسجد كان كمن قدم بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة بدنا اللي هي الجمل كان كمن قدم كبشا أخرنا أم لحم، ومن جاء في الساعة الرابعة كان من قدم الدجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة. علماء قالوا الساعات دي اللي هي من بعد الفجر لغاية صلاة الظهر 5 ساعات أو 6 ساعات، وبالتالي اللي بيجي قبل صلاة الجمعة بساعة كما يفعل المبكرون أو الذين يظنون أنفسهم مجتهدين بياخد بيضة. طب هل معقول اللي بياخد بيضة في الساعة هياخد قيام سنة وصيامها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: له أجر قيام سنة وصيامها. يبقى مش معقول ده في الساعة الأولى. يعني إيه الساعة الأولى؟ يعني لازم تروح بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الفجر كما سنبين الآن. فالإمام الشافعي قال الساعة الأولى دي بعد من ساعة بعد طلوع من طلوع الفجر من طلوع الفجر معناها إنك تصلي الفجر وتفضل قاعد في الجامع ما تطلعش. الإمام أحمد بن حنبل والحافظ ابن حجر العسقلاني، الإمام أحمد قال من الساعة دي بتبدأ من بعد طلوع الشمس. طب ايه الرأي الأصح؟ الرأي الأصح انها تبدأ بعد طلوع الشمس. ليه؟ لماذا؟ أولا حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان بيقول ايه؟ كان يذهب مبكرا إلى المسجد، فذهب يعني في مرة من المرات فوجد نفسه قد سبقه اثنان، فقال ثالث ثلاثة بارك الله في الثالث، وقال في وذهب إلى المسجد في مرة أخرى فوجد نفسه رابع أربعة، فقال رابع أربعة ما رابع أربعة من الله ببعيد. يعني برضه هبقى قاعد في الصف الأول، وهقول لكم دلوقتي فضل الصف الأول، و
طب لو هو عبد الله بن مسعود، لو هي الساعه تبتدي من بعد الفجر، طب عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود لما يخش الجامع، ده داخل الجامع عشان يصلي الجمعه، مش داخل الجامع عشان يصلي الفجر. يبقى اذا هو في، اذا في فاصل، في فاصل بين صلاه الجمعه وصلاه الفجر. يبقى اذا سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيطلع يغتسل ويرجع تاني. بعد انت عشان تحصل هذا الثواب العظيم، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، لازم تحقق شروط في الحديث. ايه هي شروط في الحديث دي؟ اولا اسباخ التغسيل او شده التغسيل. في روايه في ابي داود، من غسل راسه واغتسل، من غسل واغتسل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعره جنابه. يبقى من غسل واغتسل يعني غسل راسه وغسل جسده، وبكر وابتكر يعني شده التبكير اللي هي اول ساعه بعد صلاه الصبح او بعد صلاه الفجر، ودهن من طيب اهله، تحط احسن طيب او عطر عندك، ومشى ولم يركب، وده اهم شرط، تمشي ما تركبش، ودنا من الامام وانصت ولم يلغي. يعني ايه دنا من الامام؟ يعني تقعد في الصف الاول، لازم تقعد في الصف الاول. كان له بكل خطوه يخطوها اجر قيام سنه وصيامها، لكل خطوه معناها انا كانك عشت سنه كامله، صمت النهار وقمت الليل. طيب تعالوا بقى نشوف ادله ماذا كان يفعل السلف الصالح. انا جمعت لحضراتكم تجميعه من الاحاديث عشان اقول لكم ان ده الصحيح في التبكير، هو ان تكون تذهب مبكرا في اول ساعه بعد صلاه الصبح، او تظل بعد صلاه الفجر في المسجد، لكن الصحيح انك تصلي الصبح وتطلع تغتسل وترجع تاني. قال ابو طالب المكي، ابو طالب المكي ده كان ده احد العلماء، توفاه الله سبحانه وتعالى في سنه 900 وحاجه و80 ميلاديه، يعني من حوالي 1100 سنه. كان كثير من السلف يصلي الغداة يوم الجمعة في الجامع، ويقعد وينتظر صلاة الجمعة لأجل البكور، ليستوعب فضل الساعة الأولى. خلي بالكم الساعة الأولى هي بعد صلاة الصبح، اللي فيها إيه؟ اللي فيها بكر وابتكر، واللي فيها كأنك قدمت بدنة، واللي فيها تقدر تحصل بكل خطوة قيام سنة وصيامها، ليستوعب فضل الصلاة الأولى، ولأجل ختم القرآن. وعامة المؤمنين كانوا ينحرفون من صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح من مساجدهم، فيتجهون الى جوامعهم. يعني الكلام ده معناه ايه؟ في فرق بين المسجد والجامع. المسجد هي المصلى الصغيره اللي بيصلي فيها 50 واحد او 50 واحد او 60 واحد او 100 واحد. اما المسجد الجامع هو المسجد الكبير، ربما يصلي فيه 1000 او 2000. فيتجهون الى جوامعهم. وقيل مش بيقول ايه؟ وقيل اول بدعه حدثت في الاسلام ترك البكور الى الجامع. اول بدعه حصلت في الاسلام ترك البكور الى الجامع، اللي هي ايه؟ غلق المساجد بعد صلاه الصبح، وناس وتتفتح قبل صلاه الجمعه بساعه، والناس تروح. دي بيقول لك اول بدعه حصلت، وما كانش الكلام ده بيحصل في ايام الصحابه والتابعين والتابعين، لا المساجد كانت بتفضل مفتوحه، والناس كانت بتطلع من صلاه الصبح تغتسل وترجع تاني. الامام الغزالي بيقول ايه؟ كيف لا، يعني كيف لا يستحي المؤمنون واليهود والنصارى يذهبون الى بيعهم وكنائسهم مبكرا في الصباح الباكر يوم السبت والحد، واحنا بنروح متاخرين. الشيخ صالح الفوزان بيقول من أئمة هذا العصر، بيقول كنا صغارا نغتسل، صلي في الصبح ونغتسل ونذهب إلى مساجد، كنا بنقرأ أو نختم نص القرآن بين صلاة الصبح إلى صلاة الجمعة. الإمام أحمد بيقول إيه؟ أعجب من ذلك أقوام يسبقون إلى الفضل ويبكرون إلى الجمعة طلبا للفضل في التبكير والمنافسة، فربما صلى احدهم الفجر بالمسجد الجامع، خلي بالكم من كلمه الجامع، المسجد الكبير مسجد الجامع، حرصا على الفضل، فلا يزال مصليا وراكعا وساجدا وذاكرا وتاليا لكتاب الله، ويكون هذا حاله الى صلاه العصر. ده كلام الامام احمد. شوف بقى الحديث ده، قال اخبرنا علي بن زيد بن جدعان ان عبيد الله بن نوفل وسعيد بن نوفل والمغيره بن نوفل كانوا من قراء قريش، دول من التابعين او من الصحابه، وكانوا يبكرون الى الجمعه اذا طلعت الشمس، يريدون بذلك الساعه التي ترجى، اللي هي اول ساعه، اللي هي من بكر وابتكر وغسل وابتكر، اللي هي من جاء في الساعه الاولى. يبقى العلماء قسموا الفتره بين صلاه الصبح الى صلاه الجمعه 5 ساعات، الساعه الاولى اللي هي بعد صلاه الصبح او اول ما تطلع الشمس، بعدين الساعه الثانيه، بعدين الثالثه، بعدين الرابعه، بعدين الخامسه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من بكر وابتكر وغسل واغتسل، بيقصد ايه؟ يقصد اللي يروح في الساعه الاولى ويكون مغتسلا، هو ده اللي هيحصل ثواب قيام سنه وصيامها، بشرط كمان انه يقعد في الصف الاول ويمس من الطيب، يحط احسن طيب عنده اللي بيستخدمه مع الزوجه. هي دي الشروط اللي انت عايز تحصل بيها الصف. وسيدنا عبد الله مسعود
طب ليه انا بقول لكم لازم تقعد في الصف الاول؟ عند سيدنا عبد الله مسعود زي ما قلت لكم كان يقاتل انه يخش اول واحد، لان هو اللي حدث بالاحاديث دي. شوف الحديث بيقول ايه: يا ايها الناس سارعوا الى الجمعه فانكم ستكونون في الدنو من ربكم في كل يوم جمعه في الجنه على قدر تسارعكم الى الجمعه. يعني ايه الكلام ده؟ وقال في حديث اخر، قال في حديث اخر: يجلس الناس يوم القيامه على قدر ترواحهم الى الجمعات. يجلس الناس، اذا الناس هتجلس، فيجلس الذين كانوا يجلسون في الصف الاول على منابر من نور قريبا من رب العالمين سبحانه وتعالى، او ملاصقين الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ويجلس الذين كانوا يجلسون في الصف الثاني على منابر من ذهب، ويجلس الذين يجلسون كانوا يجلسون في الصف الثالث على منبر من منابر من فضه، ويجلس المتاخرون على كثبان المسك بعيدا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى اذا اللي بيضيع منه الصف الاول ضيع الشرط الخامس الموجود في الحديث: ودنا من الامام وانصت ولم يلغ. دنا من الامام يعني قعد في الصف الاول. يبقى الناس اللي بتقعد في الصف الاول هتجلس على منابر النور، منابر النور او منابر الشرف، ملاصقين لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى كما في الحديث: يبرز ربكم الى اوليائه في الجنه في كثيب من كافور، فيجلس الذين كانوا يجلسون في الصف الاول على منابر من النور. الناس اللي بتجلس في الصف الاول على منابر من النور هتجلس نفس الجلسه دي في الجنه على منابر من النور. بيجلسوا في الصف الاول في الجمعه، هيجلسوا على منابر من النور في الصف الاول ملاصقين لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويتمتعون بالشرف والكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وجه لوجه كما اتكلم معكم الان. فيقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى: عبدي، اتذكر يوم كذا وكذا، يوم فعلت ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد: يا رب، الم تغفر لي؟ فيقول الرب: نعم غفرت لك. فيضحك الرب ويضحك العبد. يعني انسان لما بيروح يعمل والعياذ بالله معصيه، يروح يتفرج على سينما ولا مسرح، بيحجز لوج او بلكون عشان يشاهد عن قرب، وانت مش عايز تقعد في الصف الاول، يبقى انت هتضيع منك الفردوس الاعلى، هتضيع منك انك تاخد بكل خطوه قيام سنه وصيامها، هتضيع منك القرب والدنو من رب العالمين سبحانه وتعالى والاخذ. لذلك العلماء قالوا ايه؟ يرجع اهل الصف الاول اللي هم باذن الله نحن سمع الله اهل الفردوس الاعلى الى زوجته في القصر، فتقول له: والله لقد ازددت نورا وجمالا وبهاء وشبابا وقوه، وتطلب منه ان يواقعها من شده جماله، لان هو بيبقى قاعد قريب جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فياخذ من هذا النور ويرجع يكون كالشمس. والمتاخرون الذين يجلسون على كثبان المسك بعيدا عن صف، حرموا من الشرف والكلام مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وحرموا من التمتع بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى عن قرب، وحرموا من الجمال ان هو ياخذ من هذا النور يكون كالشمس. شوف بقى الخساره الفادحه جدا. ده غير ان هو خسر ان هو مش هياخد بكل سنه خطوه قيام السنه، هياخد بس ثواب الصلاه فقط. وهيضيع منه ثقل الميزان والثواب العظيم جدا يوم القيامه. يبقى اذا طب نعمل ايه؟ المساجد دلوقتي مقفوله. يبقى انت لو يعني المساجد دلوقتي مقفوله نعمل ايه؟ هناك احد امرين. الله يعني انا بعمل او عملت وان شاء الله هعمل انك تذهب الى المسجد، طبعا تمشي مش اقل من نص ساعه. والله انا اعرف ناس بتمشي ساعه وساعه ونص رايح جاي، مش رايح بس، لان انت بتصابر صابر مروح صابر جاي، وهقول لكم دلوقتي الدليل. ساعه رايح جاي تروح المسجد مبكرا وتجلس حتى يفتح المسجد، تصلي الصبح وتغتسل، وبعدين تذهب الى المسجد وتجلس بجوار المسجد منتظرا ان يفتح الباب. ما تبقاش قادر تعمل كده، اقعد في البيت سبح واذكر كانك قاعد في المسجد، مخلصا للنيه محتسما الاجر، وقول لنفسك: يا رب لو كان المسجد مفتوح كنت صليت الصبح ورحت الجامع وقعدت في الجامع. هتاخد نفس الاجر وانت قاعد في البيت باخلاص النيه، بس بشرط تكون واقف على باب المسجد قبل ما المسجد يفتح، وتكون اول واحد يخش كما كان يفعل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان دايما يخش اول واحد، مره بس دخل الثالث ومره دخل الرابع كما جاء في الاحاديث. طب هو ليه بيقول ليه بيقول سالي يعني ما رابع من الله من الله ببعيد؟ لانه هيقعد في الصف الاول. السنه ان اول واحد بيخش بيقعد على اليمين في الصف الاول، الثاني يقعد جنب منه، الثالث يقعد جنب منه، الرابع يقعد جنب لغايه ما الصف الاول يكتمل، يبقى الصف الثاني وهكذا. فهو لما يخش الثالث ولا الرابع يبقى هيقعد برضه في الصف الاول، هيكون من المتقدمين اللي هيجلسوا على الذين سيجلسون على المنابر من النور. ف طب يبقى اذا اما انك انت تروح تقف على باب الجامع وتستنى لما الجامع يفتح، او تقعد في بيتك تخلص النيه وتحتسب الاجر. وبعدين المسجد مقفول وانت نيتك لو كان مفتوح يبقى ربنا عارف، لو كان المسجد مفتوح كنت هتروح هتاخد اجر من النيه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش. يبقى العمليه يبقى في يبقى اي عمل في الشريعه الاسلاميه الانسان يعمله بصدق وكان نفسه يعمله ما كانش قادر يعمله، ناس نفسها تحج مش قادره تحج، هيروح يلاقي صواب الحج مستنيه يوم القيامه، هيلاقي مكتوب في الصحيفه ان هو حج وهو ما حجش، لانه كان عنده اخلاص نيه وكان عايز يحج. واحد كان نفسه يجاهد في سبيل الله ما عرفش يجاهد، هيلاقي مكتوب غزوات في
الصحيفه بتاعته. يبقى ده طيب. ليه بقول لكم لازم ترجع ماشي؟ قال ابي بن كعب: لقد كنت اعلم رجلا لا اعلم احدا او ليس احدا منه ابعد من المسجد من هذا الرجل، وكانت لا تخطئه صلاه. فقال له: لو انك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء تاتي به الى المسجد. قال له: لا، والله لا يسرني ان يكون بيتي بجانب المسجد، فاني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكتب لي ذهابي الى المسجد وايابي من المسجد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. والحديث في صحيح مسلم: باذن مروحكم جايه. اذن انت لو مشيت نص ساعه اتخذ مجهودك كله يوم الجمعه، لو مشيت نص ساعه هتمشي 1000 خطوه رايح، وبعدين وانت راجع برضه تمشي، ادي 1000 خطوه جاي، 2000 سنه في الاسبوع، 8000 سنه في الشهر، 96000 سنه في السنه، في 10 سنين 960، يعني نقول مليون سنه عباده. تلقى رب العالمين سبحانه وتعالى معاك مليون سنه قيام ومليون سنه صيام. طب كيف يكون الميزان يوم القيامه؟ طب بالله عليكم مين افضل من هذا الشخص؟ مين اقرب الى الفردوس الاعلى من هذا الشخص؟ يبقى تصل الى الفردوس الاعلى، تكون من اسبق السابقين الى الجنه، تجلس على منبر من نور في كل يوم جمعه في الصف الاول، وتتكلم مع رب العالمين سبحانه وتعالى عن قرب، وتزداد جمالا وبهاء نور في يوم المزيد الذي يزداد فيه المؤمن جمالا وبهاء في هذا اليوم. طب المرأة تعمل ايه؟ الست بتقول احنا الست المرأة كالرجل تماما. صلاة المرأة في بيتها اعظم ثوابا من صابر من الرجل. ذهبت امرأة الى الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله اسمها ام حميد السعيدي: اني احب الصلاة معه. قال لها: ان شئت ان تصلي معي فصلي، ولكن صلاتك في بيتك اعظم ثوابا من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك اعظم ثوابا من صلاتك في مسجدك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك اعظم ثوابا من صلاتك في مسجدي هذا اللي هو مسجد النبوي الشريف اللي فيه الصلاة في 1000 صلاة للرجل. لكن العكس للمرأة، المرأة لما تصلي فاتخذت مسجدا في بيتها تصلي فيه لا يراها فيها أحد حتى ماتت. وذهبت، إذا المرأة تستطيع أن تحصل ثواب الرجل. وذهبت امرأة قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بالأجور يشهدون معك الجمع والجماعات ويجاهدون معك في سبيل الله، وليس لنا من ذلك شيء. فقال لها، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم سرورا شديدا من سؤالها، وقال لها: اذهبي وأخبري من ورائك من النساء أن حسن تباعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك. وفي رواية أن مهنة إحداكن في بيتها لزوجها يعدل كل ذلك. يبقى المرأة لو صلت الخمس صلوات في ميعادهم بعد الأذان على طول باستثناء الفجر تصليها بعد ثلث ساعة نص ساعة، لو أحسنت تباعل الزوج الطاعة وحسن العشرة ما تخلوش ليلة ينام وهو غضبان عليكي، ويوم الجمعة تقولي تعملي إيه؟ يوم الجمعة حدثي نفسك في كل وأنت بتصلي الظهر في بيتك، حدثي نفسك قولي لنفسك: لو كنت رجلا لكنت صليت الفجر في المسجد ورجعت واغتسلت ورحت رايح الجامع على طول، ومشيت نص ساعة أو مشيت ساعة عشان أمشي 1000 خطوة أو 2000 خطوة أو 3000 خطوة حسب ما ربنا يقدرني، وأكون من المبكرين وأمشي كل ساعة. لو أنت صادقة في كلامك ربنا سبحانه وتعالى هيديكي نفس أجر الرجل وأنت في بيتك، وأنا أشهد على ذلك. شوف الثواب العظيم. يبقى المرأة تحصل، تستطيع أنها تحصل ثواب الرجل، وتلقى رب العالمين سبحانه وتعالى إن وظبط على ذلك سنين بمليون سنة عبادة قيام وصيام كالرجل تماما. فانا احاول اكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو: سخون شون شهادة العلم في ثواب عظيم، ولعلم علما فانه اجر عام بيوم القيامه. لا تنسوا تشجيع الجرس واشتراك في القناه. السلام عليكم الجديد، ساعدوني على 10 صور. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.